متتبعي قناة الفاس بريس، من بين القطاعات اللي تضرت كثيرا من جائحة كورونا وما زالت تعاني من هذه الجائحة دي قطاع النقل السريع على المستوى الوطني. العديد من بهاني هذا القطاع والمستثمرين فيه وجدوا أنفسهم في مواجهة مشاكل مادية كثيرة جراء توقف نشاطهم لمدة فوق عن 20 شهرا. هذه البهاني النقل والمستثمرين في القطاع النقل السياحي نظموا اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 ندوة من أجل تسليط الضوء على الإكراهات الكثيرة التي يعرفها هذا القطاع. سي بوعبيد، قطاع النقل السياحي كان من بين القطاعات اللي تضرات بكورونا، فين تتبان هذا الحجم تاع الاضرار تاع هذا القطاع؟ المهم ملي بدات الازمه ديال كوفيد 19 اللي كانت ازمه خطيره وقاس جميع القطاعات وقطاع ديال السياحه بشكل عام، قطاع ديال النقل السياحي بشكل خاص، شلات هذا القطاع لواحد الظرفيه معينه. من بعد كنا كنتمناو بان يكون واحد البصيص ديال الامل، حد الان ما كاينش البسيط ديال ما امل من بعد مرور واحد الفتره ديال 20 شهر وما يزيد. الازمه اللي عندنا ازمه ولات خانقه، مشينا من المساله ديال ان ما بقاش عندنا موارد اللي ممكن ان تغطي المصاريف ديالنا، ولينا عندنا مشاكل مع شركات تحصيل الديون. شركات ديال الديون اللي لحد الان واخده على عاتق ديالها ان تمارس جميع الاكراهات على سعر النقل السياحي، اللي هما ما عندهمش شي طريقه وما عندهمش شي حل، كيصعب لنا الحل وحنا في حالة شلل، في حالة توقف تام. بالكاد كنغطيو المصاريف ديالنا الخاصة، يعني ما كاينش شي مصدر ديال 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 الأموال ديالنا باش ممكن أننا نسدوا المبالغ ديالنا. كنحاول ما أمكن أن في إطار هالممارسات، في إطار هاد التضييق اللي ممارس علينا، الطاقة الاستيعابية اللي ولا صلات عندنا 50% دابا في هاد المرحلة ولات 75%، يعني ما يعني تنشاط السياحة الداخلية اللي كنا كنتمناو منها أنها تكون واحد الفريق وتفتح واحد المجال لممارسة النقل السياحي، تاهي راه فيها إشكالات. وحنا الحمد لله لحد الآن راه حنا كنعانيو في صمت، كنحاول ما أمكن أن نوحدوا الجهود ديالنا باش نحاول ما أمكن نمروا ل 2022 ونلقاو فيها شي حل اللي غيكون حل جديد لجميع ومتنفس لقطاع النقل السياحي. حجم الأضرار خطيرة جدا، خطيرة جدا، لا من ناحية الماتريال اللي عندنا لأنه هذه عامين هو واقف، فما عاد زائد مشاكل الأبناك. الأبناك هذه الأيام ولات تتمارس علينا واحد الضغط اللي ما بقيناش نعرفوا نعيشوا حتى مع وليداتنا في الدار ديالنا، ما بقيناش نعرفوا نعيشوا مع وليداتنا. أنا كمسؤول ديال شركة عندي 25 ناس خدامين، دابا حاليا بديت نشوف راسي غادي نتشرد أنا والناس اللي معايا، لان الابناك ما دارت والو وما الناس هاد الناس هادو ما فعلوش كونترا بروغرام اللي كانت خرجت بها الحكومه 2020 2021، ما فعلوهاش نهائيا. ملي كتمشي عند الابناك تيقول لك حنا مازال ما وصلنا حتى شي حاجه، داروا لنا دي غوبور. هادوك لي غوبور كانوا زايدين بزاف، لي غوبور كانوا طالعين علينا داكشي راه الخيال العلمي، ولكن اون با لو شوا واضطرينا باش نسيناو هادوك لي غوبور. ولكن كاين مشكل كبير دابا الان عندنا مع لا سي ان اس اس. لا سي ان اس اس دابا اللي هزات يديها من شهر 7، دونك الناس اضطر خصنا نخلصوهم من المال ديالنا الخاص، وحنا راه وقفنا عامين، وحنا واقفين عندنا كريديات تنخلصوا، وصلنا لواحد الدرجه اللي الله اللي عالم بينا. الخسائر لا تقدر، ولا زلنا نحصي الخسائر الى يومنا هذا. لذلك حنا جينا اليوم في هذا اللقاء ديال الدار البيضاء، يعني اللي تيجمع جميع الفاعلين الجهويين لتدارس المشاكل الكبيره والكبيره جدا، من بينها مشكل ديال القروض، مشكل ديال التمويل اللي اصبح اليوم تيهدد بقاء او اندثار هذه الشركات وهذه المؤسسات ديال النقل السياحي اللي هي تشغل واحد الفئه عريضه من المجتمع. هذه المؤسسات اللي هي استثمرت بشكل كبير وكبير في اسطول كما تعرف الجميع، يعني اسطول ديال حافلات، اسطول ديال مينيبيسات، اسطول ديال سيارات صغرى، اسطول لا يستهان به. فاذا به اصبحت هذه الشركات وجدت نفسها في مازق وفي مستنقع ديال مشاكل ديال مؤسسات التمويل. كيف يتم الخروج من هذا المستنقع؟ وكيف يمكن ضمان بقاء هذه المؤسسات على ارض الواقع ومزاوله نشاطها بكل ثقة وبكل يعني كفاءة وبكل يعني أمان؟ هذا السؤال تنوجهه للمسؤولين،
المسؤولين على هذا القطاع، سواء في قطاع سواء في في, في وزارة النقل أو في وزارة السياحة. الأمل الوحيد اللي باقي الآن عند مهنيين النقل السياحي وكذا المستثمرين في هذا القطاع ده هو حكومة أخنوش، على اعتبار أن حكومة أخنوش خاصة تضخ واحد الدماء جديدة من أجل إعادة إنقاذ هذا القطاع من حالة الإفلاس اللي ولات تتهدو جراء تداعيات كورونا. سؤال، شنو الانتظارات ديالكم من الحكومة الجديدة؟ احنا عندنا واحد الأمل كبير في هذه الحكومة الجديدة، كنتمنوا أنها غادي تحل معنا المشكل، لأن عندنا فيها أمل كبير، لأن إلا ما حلوش معنا المشكل فاحنا راه غنضطروا نخرجوا للشارع، ما عندناش حل، والناس اللي معنا غادي يتشردوا وكل شيء غادي يتشرد، واللي عطى الله هو هذا، لأن ما يمكنش باش غادي يفكوا هذا الشيء، إلا ما على عامين وحنا واقفين، حتى الفيكول اللي فيكول اللي عندنا دابا ملي كتجي ديماري الطوموبيل عامين كتلقاها وقعوا فيها مشاكل كثيرة، كتولي تخسر المال باش تعاود داك السيارة تعاود دير أمارش باش فهمتي، وعندنا مشاكل أخرى ديال مع صحاب التأمين، التأمين اللي دابا هما تيبانوا لي هما اللي ربحوا معنا في الكورونا كاملة، لأن صحاب التأمين ولينا تنسوري وتنسوريو السيارات، تنقولوا راه الخدمة راه المطار تحلوا تنسوريوهم، ما تنخدموش بداك السيارات، مي كنجيو نحبسوا لي زاسيورونس كيقول لك ما يمكنش تحبس لي لاسيورونس دابا، ودابا خصك تحيد التيفيه وتحيد كذا، واش من ربح عندنا في هذا الشيء؟ لو عندنا مشاكل وعندنا الضريبه كذلك، الضريبه هي دابا راه مورك علينا واحد التوريكه ربي العالم بها، المهم هذا القطاع هو اللي كلا العصا في هذا الشيء كامل. ايوا حنا كما تعرف الجميع جينا هنا لهذا اللقاء هذا وتنستغلوا الفرصه ديال الحداثه تنصيب الحكومه الجديده برئاسه السيد أخنوش، وتنتمنوا يعني في اقرب الاجل يعني يتم استدعاء ديالنا من طرف مسؤول على هذا القطاع هذا والجلوس معه في طاولة الحوار لإيجاد حلول سريعة وسريعة جدا للخروج من هذه الأزمة هذه. راه اليوم كما تتعرفوا جل المؤسسات ديال النقل السياحي أصبحت مهددة، لا تعرف رأسها من يعني من رجلها، يعني كاينه مشاكل ومشاكل كبيره جدا، يعني ما باقيش وحتى الاستثمار مستقبلا نظرا للبشائر الخير اللي صبحنا تنشوفوا اليوم الحمد لله في بدايه هذا الشهر اكتوبر وفتح المجال بشكل تدريجي، مشاكل الجوي ديال المملكه بشكل تدريجي صبحنا تنشوفوا بعض يعني بعض توافد بعض السياح اللي يعني تيعود لنا بواحد الارتياح، ولكن هذا الشيء راه ما كافيش، يعني احنا لازلنا نتخبط في الازمه عامين قرابة من عامين، لذلك يجب إيجاد حلول إيجاد حلول ناجعة وعاجلة يعني استرجاع الثقة في هذه الاستثمارات اللي تقريبا جل الشركات ديال النقل السياحي راه أصبحت غير قادرة على الوقوف وعلى يعني كما تنقولوا لا غوبريز باش عودة يعني إنعاش وإنتعاش هذا القطاع هذا، راه يجب يعني دعم هذه المؤسسات ويجب يعني على المسؤولين باش يجلسوا معها في طاولة الحوار في اقرب الاوقات. والحكومة الجديدة اللي واصلين والعلم ديالنا بان في في في, في البروغرام ديالها راه ما كاينش شي حاجة سميتها النقل السياحي، المهم اللي وصلنا حنا وتنتمناو من الله سبحانه وتعالى انها تكون واحد الالتفاتة جديدة ووجوه شابة، ووجوه اللي كنتمناو من الله سبحانه وتعالى انها تحيد واحد على الكاهن ديال النقل السياحي وعلى السياحة، تحاول ما امكن انها تنخرط بما ان وزيره السياحه وزيره اللي كان عندها واحد كانت عندها واحد تجربه اللي هي خاصه اللي فات بها الشركه ديالها، كنتمنى انها تفيد حتى القطاع ديال السياحه بشكل عام وقطاع ديال النقل السياحي بشكل خاص.